الميكرو قرب الميكرو سي سلاسي. الهدف ديالنا هو اننا نخدموا نجيبوا المصالح للمواطنين والفلاحه ديالنا. سي حسين انا فهمت شنو قصد. قصد بان المجموعه ديال النقاط انا سي حسين هذه الجمعيه العامه كتعطي الصلاحيات وكنت حيد الصلاحيات. حنا غنفوضوا لكم جميع الصلاحيات باش تنوبوا علينا وتقوموا بالامور ديالنا وتجيبوا لنا الفلوس للفلاحه. عندنا الثقه فيكم. عاشرنا السيد المدير الجهوي للفلاحه مشكور بزاف وزعما كنحترموه وعنده تقدير كبير لنا في اقليم تاونات على الدعم ديالو والمواكبه ديالو للفلاحه والفلاحين. القطور ديالنا في الحياه كنعرفوها من القديم الله يوفق، ولكن اللي مهم بزاف اللي غنركز عليها مزيان هو نطلب من السيد الرئيس انه يجيبوا لنا الاتفاقيات اللي حنا مصادقين عليها ديجا من دابا.